بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل محاضرات محاسبة التكاليف في الفرقة الأولى دبلوم المحاسبة المالية في شكل محاضرات إلكترونية. هنحاول بقدر الإمكان إن المحاضرات دي تغطي معظم المقرر، لكن على الطالب أن يلجأ إلى المراجع اللي احنا نزود بها في نهاية هذه المحاضرات. القسم الأول قياس تكلفة الخدمات الصحية الإجراءات التنفيذية. معنى ذلك ما هي الإجراءات التي يجب على محاسب التكاليف اتباعها حتى يمكن إجراء قياس بتكلفة الخدمات الصحية. نعلم جميعا أن التكاليف المباشرة ليس بها أي مشاكل إلا في حالات هنتعرض ليها بالنسبة للخدمات الصحية بالذات. تتمركز مشكلة القياس بالدرجة الأولى في التكاليف الصحية غير المباشرة، حيث يتطلب القياس كما يعلم الجميع أن احنا نوزع التكاليف الصحية غير مباشرة على أغراض التكلفة المختلفة، وعرفنا يعني إيه أغراض التكلفة. وأغراض التكلفة تختلف وفقا لما يرغب المحاسب في قياسه. أول إجراء لازم هنقسم وحدة الخدمات الصحية أو المستشفى إلى نوعين من مراكز التكلفة. مراكز التكلفة الإيرادية، وهي تلك المراكز المسؤولة عن إنتاج الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى، زي قسم الجراحة العامة وقسم الأشعة، جراحة الأوعية، مسالك البطن، الصدر، التحليل إلى آخره. وهي تعدل في المصانع مراكز الإنتاج. يطلق على هذا النوع من المراكز مراكز التكلفة الإيرادية بالنسبة إلى أنها تتعامل مباشرة مع المرضى وينتج عن هذا التعامل حدوث الإيراد، وتستهلك هذه الأقسام أو المراكز نوعين من الموارد. موارد مباشرة، ما هي الموارد المباشرة؟ سبق تعرضنا إلى هذا المصطلح الهام جدا، وعرفنا أن الموارد المباشرة هي تلك التي يتسبب غرض التكلفة، اللي هو الخدمة الصحية المقدمة للمريض أو القسم الطبي الذي يتولى العلاج وتقديم الخدمة. هي الموارد التي يتسبب هذا أو ذاك في استهلاكها، ويمكن تحديد تعيين غرض التكلفة الذي تسبب في وقوع هذا الاستهلاك، سواء كان الخدمة الطبية أو المريض أو القسم الطبي، ويمكن تحديد وقياس الموارد التي تسبب هذا الغرض للتكلفة في استهلاكها في شكلها العيني، ثم تحويل القياس العيني إلى قياس مالي. يختلف الهدف اللي يسعى النظام إلى تحقيقه عند تتبع هذا النوع من الموارد في ظل نظام الأوامر الإنتاجية عنه في ظل نظام مراحل الإنتاجية، وسنتعرض إلى ذلك تفصيلا. ويجب أن نعلم أن الآلية التي يعتمد عليها كل من نظام الأوامر الإنتاجية ونظام المراحل الإنتاجية لأغراض تنفيذ عملية القياس، وبمعنى آخر أغراض اكتفاء الأثر حسب السبب، تختلف من نظام المراحل لنظام الأوامر. نظام الأوامر الإنتاجية يتم اكتفاء الموارد المستهلكة وهي الأثر حسب المريض الذي تقدم له الخدمة الصحية، وهي يعتبر في هذه الحالة غرض التكلفة. والهدف قياس الموارد المباشرة التي تسببت كل خدمة علاجية مقدمة لمريض معين في استهلاكها. أما نظام مراحل الإنتاجية يستند إلى آلية مختلفة لتحقيق هذا الغرض، حيث يتم تتبع الموارد التي تسبب في استهلاكها قسم معين عند تقديم خدمة صحية أو مجموعة من الخدمات الصحية
على أن نتصف كل منها بأنه نمطي أو متجانس. هنا بنطلع متوسط التكلفة على أساس أن الخدمة الصحية خدمة متماثلة في جميع الخدمة الصحية المقدمة لجميع المرضى من هذا النوع متماثلة. الموارد غير المباشرة، وهي تتصف بصفة عامة أنه لا يمكن تعيين غرض تكلفة معينة تسبب في حدوث هذا الاستهلاك للموارد، ولا يمكن تحديد وقياس، وإنما يتسبب في حدوث الاستهلاك أكثر من غرض تكلفة بشكل آني، يعني في نفس التوقيت، ولا يمكن تعيين ولا يمكن تحديد وقياس متى سبب استهلاك كل من أغراض التكلفة بشكل منفرد. الموارد غير المباشرة المستهلكة ممكن نقسمها نوعين: موارد غير مباشرة تنشأ داخل القسم أو المركز، ممكن نعرفها بأنها الموارد التي يتسبب قسم معين في استهلاكها، وننتج هذا القسم أكثر من خدمة صحية، إلا أنه لا يمكن تحديد ما تسبب في استهلاكه كل من الخدمات الصحية التي يقدمها القسم على انفراد من هذه الموارد. وهناك الموارد الصحية غير مباشرة تنشأ خارج مركز الذي يقدم الخدمات الطبية أو القسم، أو ممكن نقول مركز التكلفة الإيرادي. ممكن نعرف أنها موارد تسبب في استهلاك أكثر من قسم، أكثر من مركز تكلفة إيرادي بشكل جماعي، ولا يمكن نحدد ونقيس ما تسبب في استهلاكه كل مركز تكلفة إيرادي بشكل منفرد. وهذه الموارد يتم توزيعها على المراكز التكلفة الإيرادية وغير الإيرادية بشكل أو آخر. عرفنا أن هناك مراكز تكلفة إيرادية، وهناك أيضا مراكز تكلفة غير إيرادية اللي هي مراكز الخدمات المعونة. مراكز التكلفة الإيرادية تنشأ من أجل تقديم خدماتها للمرضى، أما مراكز التكلفة غير الإيرادية فإنها لا تقدم خدمات صحية للمرضى، وإنما تقدم خدماتها لمراكز التكلفة الإيرادية، زي على سبيل المثال مركز خدمات الإقامة، قسم الاستقبال والصيانة، الأمن إلى آخره. ودلوقتي هنستعرض مع بعض نظم قياس التكاليف الشائعة باستخدام، وازاي نقدر نطبقها على الخدمات الصحية. نظام الأوامر الإنتاجية، بيتم قياس التكاليف في نظام الأوامر الإنتاجية على خطوتين. الخطوة الأولى هنجمع الموارد المستنفذة أو المستهلكة في مجموعات متجانسة حسب طبيعة هذه التكاليف أو الموارد المستهلكة، مواد أجور تكاليف أخرى بخلاف المواد الأجور. جمعنا وعملنا هذا التبويب للموارد التي تم استهلاكها. في الخطوة الثانية هنقول قياس التكاليف الخاصة بكل من أغراض التكلفة من هذه الموارد اللي هي المواد والأجور والتكاليف الأخرى. يتطلب القياس في هذه الحالة الآتي: ألف، إن احنا نتتبع أو نقتفي أثر الموارد المباشرة التي تم استهلاكها حسب الخدمة الصحية المقدمة لكل مريض، يعني بمعنى أكثر وضوح حسب المرضى. ولما كانت تأدية الخدمة الصحية في هذا النظام يرتبط بمريض معين ويختلف باختلاف في المريض، فإن ذلك يتطلب تتبع الموارد المستهلكة. إزاي؟ إن احنا نخصص أمر إنتاج لكل مريض ونتتبع الموارد المستهلكة حسب الأوامر الإنتاجية. نيجي للتكاليف غير المباشرة أو الموارد غير المباشرة التي خضعت للاستهلاك. هذه الموارد غير المباشرة التي خضعت للاستهلاك بسبب خدمات صحية مقدمة للمرضى، إلا أنه لا يمكن تحديد
ما تسبب استهلاكه كل مريض من هذه الخدمات، فإن الأمر يقتضي في هذه الحالة. نمرة واحد، توزيع وتخصيص التكاليف غير مباشرة على مراكز التكلفة الإرادية ومراكز التكلفة غير الإرادية. أوزع أتتبع، وبنعمل في هذه الحالة قائمة اسمها قائمة تخصيص وتوزيع التكاليف الصحية غير مباشرة على مراكز التكلفة سواء كانت إرادية أو غير إرادية. وبعدين بنطبق علاقات أثر وسبب تانية، بنقول لماذا وجدت مراكز التكلفة غير الإرادية؟ وجدت من أجل تقديم خدمات لمراكز التكلفة الإرادية. يبقى يجب تتبع الأثر، وهي التكاليف التي تم تسكينها داخل مراكز التكلفة غير الإرادية حسب السبب، وهو مراكز التكلفة الإرادية. هنوزع بشكل أو آخر هنتعرض له في الأجزاء اللي جاية. بعد كده تم تسكين جميع التكاليف غير المباشرة داخل مراكز التكلفة الإرادية، اللي هي المراكز التي تنتج الخدمات الصحية وتقدمها للمرضى. يبقى هنقول لماذا وجدت مراكز التكلفة الإرادية؟ وجدت من أجل تقديم خدمات علاجية أو صحية للمرضى. يبقى هناك أثر وهناك سبب. السبب تقديم خدمات صحية للمرضى، الأثر وجود هذه المراكز بما تستهلكه من موارد. يبقى يجب تتبع الأثر حسب السبب، يعني ناخد تكاليف غير المباشرة اللي تم تسكينها كلها دلوقتي في مراكز التكلفة الإرادية ونوزعها على المرضى بشكل أو آخر. الأداة التي يستخدمها محاسب التكاليف هنا نسميها معدلات التحويل. تختلف في الآتي: تجميع الموارد المستنفذة أو المستهلكة في مجموعات متجانسة هي المواد والأجور والتكاليف الأخرى بخلاف المواد، وده يماثل ما يحدث بالنسبة لنظام الأوامر الإنتاجية. الخطوة الثانية: اقتفاء أثر الموارد المباشرة التي تم استهلاكها بواسطة أغراض التكلفة. يتم النظر إلى أغراض التكلفة في هذه الحالة باعتبارها مراكز التكلفة الإرادية وليس المرضى، لأن احنا كنا قبل كده في نظام الأوامر قلنا المريض هو الغرض التكلفة، وهنخصص لكل مريض أمر إنتاجي نحسب فيه التكلفة ده. يبقى هذا النظام لا يتتبع الموارد التي تم استهلاكها أو الموارد المباشرة المستهلكة حسب المرضى، وإنما حسب الأقسام التي تنتج الخدمة الصحية وهي مراكز التكلفة الإرادية. قد ينتج مركز التكلفة الإرادية في ظل نظام المراحل الإنتاجية أكثر من منتج صحي. عفوا، وهذه الحالة الأكثر شيوعا. يتطلب الأمر في هذه الحالة النفاذ إلى المنتجات الطبية التي ينتجها كل مركز تكلفة إرادية لتحديدها واتخاذ كل منها كغرض تكلفة. يبقى لازم نتتبع الموارد المباشرة حسب القسم، ومن الموارد المباشرة للقسم نتتبعها حسب الخدمات الصحية التي يقدمها هذا القسم والتي يتسم كل منها بأنه متجانس. في الخطوة الثالثة هنوزع ونخصص التكاليف غير مباشرة على مراكز التكلفة الإرادية ومراكز التكلفة غير الإرادية، وده مماثل لنظام الأوامر. في الخطوة الرابعة برضو مماثل لنظام الأوامر، نوزع تكلفة مراكز التكلفة غير الإرادية على مراكز التكلفة الإرادية لتستقر جميع التكاليف غير المباشرة فيها بهذا الشكل في مراكز التكلفة الإرادية. الخطوة الخامسة، نقيس متوسط تكلفة الخدمة الطبية التي يقدمها المركز، اللي هو المتوسط من التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة. هل زي ما قلنا يقتصر الأمر على نظام المراحل ونظام الأوامر الإنتاجية؟ لا، في أغلب الظن وأغلب الأحيان
سيعتمد قياس تكاليف الخدمات الصحية على ما يسمى نظام قياس التكاليف المختلط أو المهجن. ما هو نظام التكاليف المختلط أو المهجن؟ سبق قلنا أن قياس تكاليف المراحل الإنتاجية له مميزات اللي هو السهولة واليسر وانخفاض التكلفة، وأن في كثير من الأحيان يقدم القسم أكثر من خدمة صحية، أكثر من منتج صحي، وكل منتج صحي تتسم وحداته بالنمطية. معنى ذلك أن احنا مطالبين بتتبع التكاليف سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة حسب المنتج حسب القسم. طيب، ومن القسم حسب إيه؟ المنتج الصحي الذي يقدمه القسم، وهو زي ما قلنا من النوع ذو الوحدات المتجانسة. هنا ده استخدام لنظام الأوامر الإنتاجية، تتبع حسب المنتج الصحي. بعد كده كل منتج صحي بيقدمه قسم معين يتسم بأن وحداته نمطية أو متجانسة، يبقى بنستخدم نظام مراحل الإنتاجية عشان نطلع متوسط تكلفة الوحدة، بمعنى أن احنا نقسم إجمالي الموارد التي استهلك تقديم نوع معين من المنتجات الصحية على عدد الوحدات. آخر المشاكل التي نتعرض عليها في هذا الجزء هي تحميل التكاليف الصحية غير مباشرة على أغراض التكلفة. ما هي المشكلة التي تواجهنا في هذا المجال؟ نعلم أن التكاليف الصحية غير مباشرة هي تكاليف عامة مسؤول عن حدوثها أكثر من غرض من أغراض التكلفة، ولا يمكن تحديد الموارد الصحية غير مباشرة التي تسبب في استهلاك كل من أغراض التكلفة على انفراد. كيف يمكن معالجة هذا الوضع؟ أولا، نمرة واحد، معالجة هذا الوضع يعتمد على ما يسمى بمعدلات تحميل التكاليف الصحية غير المباشرة، بمعنى ان احنا زي ما قلنا قبل كده نتتبع التكاليف غير المباشرة حسب مراكز التكلفة الإيرادية ومراكز التكلفة غير الإيرادية، ثم نتتبع التكاليف الصحية غير المباشرة التي تم تسكنها مراكز التكلفة غير الإيرادية حسب مراكز التكلفة الإيرادية اللي بتخدمها مراكز التكلفة غير الإيرادية، لتستقر التكاليف الصحية غير المباشرة في النهاية داخل مراكز التكلفة الإيرادية. نقول لماذا وجدت مراكز التكلفة الإيرادية؟ من أجل تقديم خدمات صحية، يبقى في أثر وفي سبب. الأثر هو وجود مراكز التكلفة الإيرادية بما تستهلكه من موارد، السبب تقديم خدمات صحية مختلفة، يبقى يجب تتبع الأثر حسب السبب. الأداة التي يرتكن إليها المحاسب هنا هي أداة التحميل. هل يمكن تتبع أو بناء معدلات تحميل للتكاليف الصحية غير مباشرة على أساس فعلي؟ هنجد الإجابة لأسباب معروفة للجميع، ومش عايزين نخش في تفاصيلها، أن التكاليف الصحية غير مباشرة تختلف من شهر لآخر ومن موسم لآخر، وكذلك أساس التحميل. يبقى بنلجأ إلى تقدير التكاليف الصحية غير مباشرة عن فترة قادمة وتقدير أساس التحميل، ونطلع معدلات تحميل تقديرية. بصفة عامة في نوعين زي ما قلنا من التكاليف الصحية غير مباشرة، اللي هي التكاليف الصحية غير مباشرة العامة اللي هي بيستهلكها أكتر من قسم من أقسام المستشفى، اللي هي أكتر من مركز تكلفة إيرادي ومركز تكلفة غير إيرادي. بينشأ استهلاك هذه الموارد خارج مراكز التكلفة أو الأقسام زي الكهرباء والتليفون إلى آخره. طيب، من المفروض ان احنا بنوزع هذه التكاليف الصحية غير مباشرة العامة على جميع المراكز بأسس معينة تعكس بقدر امكان علاقات ربط الاثر بالسبب. في التكاليف الصحية غير مباشرة الخاصة بمركز تكلفة غير ايرادي اللي هي مراكز الخدمات المعاونة، بنوزع برضو هذه التكاليف على مراكز التكلفة الايرادية
في استنادا إلى علاقات الأثر والسبب ومن أمثلة قسم الاستقبال الصيانة خدمات الإقامة القوى المحركة. بينتهي الأمر بالإجراءات السابقة وفيما يتعلق بالتكاليف الصحية غير مباشرة بتسكين هذه التكاليف داخل مراكز التكلفة الإيرادية، وإذا ما قلنا بناء عن علاقات الأثر والسبب بنقول لماذا وجدت مراكز التكلفة الإيرادية من أجل تقديم خدماتها الصحية، يبقى هناك أثر وهناك سبب. السبب هو تقديم خدمات صحية للمرضى، الأثر هو وجود مراكز التكلفة الإيرادية بما تستهلكه من موارد. يبقى تتبع الأثر حسب السبب، وهذا بيتطلب نقل تأثيرها إلى المنتجات الوسيطة. تأثير إيه؟ نقل تأثير الموارد التي تستهلكها غير مباشر، التي تستهلكها المراكز بصفة عامة، ننقل تأثيرها إلى المنتجات الوسيطة. الوسيلة في هذه الحالة المعدل التحميل التنفيذي. وقلنا إن لتجنب التقلبات في معدلات التحميل التنفيذية من فترة إلى أخرى، فحنقدر التكاليف الصحية غير مباشرة عن فترة قادمة، وهذه الفترة تكون سنة حتى يدخل فيها جميع المواسم التي تؤثر على استهلاك الموارد الصحية غير مباشرة ارتفاعا وانخفاضا، لنتجنب بذلك التقلبات في معدلات التحميل. ايضا هنقدر اسس التحميل عن فترة قادمة برضو لتشمل جميع المواسم وجميع الفترات عشان نتجنب التقلبات في اسس التحميل. بعد كده بنقول والله هنعمل توزيع وتخصيص لتقديرات التكاليف الصحية غير مباشرة على كل من مراكز التكلفة الإيرادية وغير الإيرادية، وبعدين نوزع تكلفة مراكز التكلفة غير الإيرادية زي ما قلنا على مراكز التكلفة الإيرادية. هنقدر عدد وحدات أساس التحميل لكل من مراكز التكلفة الإيرادية ونطلع معدلات التحميل التنفيذية.